أما هلأ رشا لفقرتنا الطبية وفترة الحمل بحياة المرأة من المراحل الصعبة والحساسة يلي بتحدث فيها تغيرات هرمونية وفيزيولوجية، وأكيد كل هذا الشيء بيأثر على احتياجات الجسم للغذاء. لكن اليوم نحن عم نحكي عن تأثير الصيام على المرأة الحامل، ومن المفروض أنه المرأة الحامل تهتم بتغذيتها السليمة أكثر، صحيح، يعني لتحافظ على صحة الطفلة. ومن المعروف كمان أنه الطفل في حال ما أخذ الغذاء الصحيح ممكن كتير يتعرض لمشاكل صحية. أكيد هايدي، وكثير من النساء يعني بيحبوا أنهم بهذا الشهر يصوموا رغم أنه بيكون عندهم حمل، ولكن هذا الشيء أكيد له تأثير بالعناصر الغذائية، وده طالما نحن عم نحكي بساعات طويلة من الصيام والامتناع عن الطعام والشراب. ودائما بنقول أنه الطفل بيتغذى من غذاء الأم ومن العناصر الغذائية الموجودة عند الأم. شو رأي الطب والعلم؟ هل اليوم المرأة الحامل حيكون التأثير سلبي خلال فترة رمضان إذا كانت حامل؟ أكيد معلومات كتير مهمة حيخبرنا عنها لليوم ضيفنا، وهو الدكتور رفائيل عطلة، أخصائي بالتوليد وأمراض النساء. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. رمضان كريم. يسعد صباحك دكتور. رمضان كريم. دكتور عم نحكي عن موضوع كتير مهم اليوم، في كتير من السيدات بيحبوا أنه يصوموا شهر رمضان لكن الحمل ممكن يسبب شوية مشاكل. خلينا بالبداية حضرتك دكتور نسائية، كيف بتقيم قدرة المرأة الحامل على الصيام؟ هلا هي خلينا نقول انه الحمل ما بيزيد عبء كبير على المرأة الحامل يعني، فلذلك دائما انا النصيحة اللي بنوجهها للسيدات الحوامل اللي بيرغبوا بالصيام انه فيكم تصوموا، خلينا نجرب يوم يومين ونشوف كيف قدرة الجسم على تحمل هذا الصيام. هلا ايمتى انا بقول للسيدة الحامل انه ما لازم تصومي؟ اذا في عندها امراض مرافقة، يعني مثلا خلينا نقول عند ارتفاع توتر شرياني مرافق للحمل، عند سكري حملي، عند مشاكل بالغدة الدرقية مرافقة للحمل، عند شيء تأهب للخسار، يعني بتعرفوا أوقات التأهب للخسار هي شغلة مهمة كتير بالحمل، لأنه الحمل بحد ذاته بيأهب للخسار، وإذا في عنده مشكلة مرضية تأهب للخسار أكثر ومع الصيام هي بتزيد المشاكل أكثر. هدول السيدات الحوامل إذا عندها فقر دم شديد مثلا، هدول نحن بنقول لهم اكيد لا تصوموا يعني، لكن اي حامل فينا نقول لها فيك تجربي اول يوم ثاني يوم، اذا كان في قدره على تحمل هذا الصيام فما في اي مشكله بالصيام، وما بياثر لا على الام ولا على الجنين، لانه هي ممكن بعد فتره الافطار ممكن تعوض اي شيء ناقصها من العناصر الغذائيه. هلا بس في مشكله اكثر، مثلا خلينا نقول بالثلث الاول من الحمل يمكن السيدات الصيام عندهم بيكون أصعب من غيره، لأنه إجمالاً بالثلث الأول من الحمل نحن في عنا دائماً بنقول في عنا إقيئات حملية أكثر، في عنا تغيرات مزاج أكثر، فكمان هاي كلها ما يعني مع الصيام راح تكون في معضلة أكبر يعني. فلذلك نحن مثل ما ذكرت النصيحة هي أي حامل ما عنده أي أمراض مرافقة للحمل بنية قوية ممكن تصوم بشكل طبيعي واعتيادي وما في اي مشكله لا عليها ولا على الجنين، يعني اذا ما في امراض مرافقه مثل ما ذكرت. طيب دكتور ذكرت الحالات اللي ممكن اليوم المراه انها تقدر تصوم خلال شهر رمضان، خلينا نقول نعتبر انه اليوم المراه الحامل هي في مرحله صوم، خلينا نحكي عن التاثير السلبي، هل عم يكون في تاثير سلبي انه ممكن بيقولوا انه الجنين بيسحب كل العناصر الغذائيه من الأم، يعني هو ما حيتأثر ولكن حيتأثر عندها مخزون العناصر كان من الفيتامينات بشكل عام، قد ايه مهم تنتبه على هي النقطة بتكون مرافقة للتحاليل قبل البدء بعملية الصوم؟ تمام، هلا إذا كانت التحاليل كلها طبيعية ما بعتقد في أي مشكلة. هلا خلينا ناخذ الحامل الاعتيادية خارج وقت الصوم، مثلا بالثلث الأول من الحمل أول ثلاث شهور شو الحاجة الغذائية تبعيتها؟ ما أنا بحاجة أي شيء إضافي. يعني دائما أنا بقول إنه الحامل أول ثلاثة شهور لازم يضل وزنه ثابت، ما لازم يزداد، معناتها هي ما أنا بحاجة أي شيء إضافي. بس نحن بنشوف زيادة وزن حكيم. نحن بنشوف زيادة وزن مرعبة، فلذلك نحن دائما أنا بقول موضوع الوزن بركز عليه كثير، إنه زيادة الوزن فوق المسموح به بالحمل هو مشكلة كبيرة على الأم وعلى الجنين، فلذلك نحن عم نحكي دائما على زيادة وزن معتدلة، فلذلك دائما بنقول بأول الزيارة لازم نحط مخطط للوزن انه قديش لازم تزيد الحامل، عكس ما هو شائع انه تبلش الحامل انه بدها تغذي وبدها تاكل لاثنين وكميات هائلة من الاكل، هاي معلومات شائعة وحتى المحيط تبعها. فلذلك نحن الحامل ما انا هلا خلينا نقول مثلا
هي بالثلث الاول ما لازم تزيد بالمره، يعني معناتها ما لها بحاجه شيء اضافي. بالثلث الثاني وبالثالث هي بحاجه شيء اضافي. بس شو هو الشيء الاضافي؟ يعني هي الشيء الاضافي هي كميه قليله زياده عن المعتاد، قليله يعني دائما زياده عن المعتاد. وهي الشغله هي الكافيه، يعني انا قصدي انه وهي الكميه القليله الزياده، مو انا بدي زيدها من موضوع النشويات، لأن الحوامل أكتريتهم بيزيدوا النشويات زيادة، هي صحيح. أقل شيء بدنا نزيدها. حتى دكتور مسمع أنه بيصير في سكري بالحمل أو هيك شيء؟ طبعاً بيتطوق، لأن هلا اللي بيزيد وزنه فوق المسموح به هي كمان بيصير. قد المسموح حكيم يوم لل 15؟ هلا إذا وزنه مثالي، لا إذا وزنه مثالي بدأت الحمل بوزن مثالي ضمن المعدل الطبيعي بين 10 ل 12 كيلو يجب أن ومعظم هاي الزيادة لازم تكون آخر 6 شهور. فلذلك بالصيام ماني شايف في أي مشكلة إذا كانت بنية السيدة الحامل صحية وقوية، فهي فيها تصوم وما في أي تأثيرات لا على الأم ولا على الجين. لأنه خلينا نقول مثلا هلا الحامل بحاجة زيادة سوائل، تمام، بشكل طبيعي. هلا بالصيام معناتها أنا بدي نحرمها من السوائل بفترة طويلة، صحيح. بس نحن أنا بعد الأفطار فيني أعوض كمية السوائل اللي نقصتها خلال فترة الصيام. بس أنا بدي أكد على شغلة كمان مهمة هون، في كثير من الحوامل يبلشوا بياخذوا نحن السوائل تبعيه رمضان الزياده، شو هي؟ صحيح. هي سوائل كلها محليات والمنبهات كمان، يعني القهوة. سوائل ان كان تمر هندي او الأرقسوس او الجلاب، هي كلها فيها كربوهيدرات بنسبه عاليه كثير. فانا وقت بدي اقول الحامل زيدي من موضوع السوائل بعد الافطار، فانا بدي ركز على الماء بشكل اساسي، ما بدي ركز على السوائل اللي فيها محليات. هلا في كثير من الحوامل مع الصيام عم يزيدوا ارقام مرعبه من الوزن، وهذا الشيء مثل ما ذكرت هو خطر. فلذلك نحن بالصيام بنوصي بالصيام، وبرجع باكد بس لازم يكون مضبوط الاكل، وانا بعرف شو بدي زيد نمط العناصر الغذائيه. تمام دكتور، خلينا نوضح اكثر شو هي الاشهر الصعبه للمراه الحامل اللي ما بتقدر انه تصوم فيها، ممكن ياثر على صحه الجنين، وبنفس الوقت شو الاشهر المناسبه انه هي تقدر تصوم؟ هلا هي مثل ما ذكرت، يعني خلينا نقول الاشهر المتوسطه هي اسهل شيء. انا دائما بقول الاشهر المتوسطه هي الاشهر السعيده من الحمل. يعني اول شغله ما عندي تغير المزاج الموجود بالتلت الاول، ما عندي اقيئات حمليه، وما عندي الاعراض الانضغاطيه. يعني انا بالاشهر الاخيره كمان بيصير عند الحامل اعراض انضغاطيه نتيجه كبر الحمل ونتيجه زياده الوزن. فلذلك الاشهر المتوسطه هي اسهل شيء. بس دائما الحامل اذا ما عنده قدره، بركز على هالجمله، اذا ما عنده قدره انه تتحمل الصيام فما في داعي تصوم. فلذلك نحن دائما بقول انه خلي الحامل تجرب يوم يومين، عندها قدرة، كانت الأمور ماشية بسلاسة فما في مشكلة بالصيام. طيب حكيم، اليوم عم نحكي عن امرأة هي بحاجة لنظام غذائي غني بالمعادن بالسوائل وبالمتممات الغذائية اللي اليوم دكتور بيوصفها إلى خلال النهار. خلينا نحكي عن النظام الغذائي، خلينا نحط فرضية اليوم المرأة الحامل بفترة صوم، وعندنا فترة نحن ما بين الإفطار والسحور بحاجة لعناصر غذائية تعوض الشيء اللي فقدناه خلال النهار. أنا بس بدي أكد على شغلة، الوجبة اليومية الاعتيادية إن كانت جيدة فالحامل ليست بحاجة أي متممات غذائية. أنا عم بحكي علم. هلأ الشائع اللي عم نشوفه، عم نشوف الحامل مع كيس من المتممات الغذائية كثير، ومن أول هذا الكيس من المتممات الغذائية هو اللي عم يزيد الوزن بشكل مرعب. فلذلك برجع بحكي، الوجبة اليومية الاعتيادية إذا كانت كافية ما في داعي للمتممات الغذائية. هلا شو هي التوصيات العالمية بالأدوية؟ أول 3 شهور حمض الفوليك، وآخر 6 شهور هو الحديد. حتى الكلس ما في داعي له، لأنه نحن الوجبة الاعتيادية اليومية فيها كلس. حتى في بعض المنظمات العالمية بتحكي عن دراسات أنه حتى الحديد اللي عم يتاخد بالأشهر الستة الأخيرة إذا كان مخزون الحديد جيد والخضاب جيد فما في داعي حتى نضيف الحديد. نحن مين عم نحكي على الحديد بالمتممات الغذائيه؟ عم نحكي بالدول اللي فيها مجاعات، فانت فيكي تعطي متممات غذائيه لانه عندهم وجبتهم اليوميه ما كافيه. نحن هنا عندنا الوجبه اليوميه منيحه ومعظم الحوامل وجبتهم جيده، ومع ذلك بنشوف معهم كيس من المتممات الغذائيه. دائما المصادر الطبيعيه بتكون افضل أكيد. هي افضل وكافيه. برجع بحكي بالحمل، انا
الحامل ليست بحاجة زيادة مرعبة من العناصر الغذائية، كمية قليلة زيادة عن المعتاد بالست شهور الأخيرة كافية وزيادة. برجع بأكد على موضوع المتممات الغذائية، ما أنا ضرورية كتير، فلذلك بالصيام فأنا ما بحس إنه في فرق كبير. طيب بالنسبة للمرأة الحامل بتوم، خلينا نحكي عنها أكثر، يعني هي أكيد بتكون بحاجة لتغذية أكثر، هل هي تعامل نفس المعاملة العادية؟ هلا بالنسبة للحمل التوأمي ممكن نحن هاي الكمية القليلة اللي قلناها ممكن نضيفها شوي زيادة أكثر فقط، أما ما أنا يعني مثلا إذا هي مو خطر عليها أكثر الصيام، فينا نقول لا لا نفس الشيء. برجع بحكي إذا الحامل جربت الصيام يوم يومين وعندها قدرة على الصيام فما في أي مشكلة. موضوع الخطر على الأم وعلى الجنين هو نادر تمام، إلا إذا كان في مشكلة مرافقة. تمام، دائما الرجوع للطبيب المختص وقت بتشوف أي عارض أكيد هو الأهم خلال فترة الحمل. حكينا بما يكفي عن فترة الحمل، ولكن كمان عنا اليوم أمهات مرضعات وهنن بيحبوا أنه يكونوا موجودين بهذا الشهر ويصوموا، ولكن دائما يعني الأقاويل واللي بنسمعه من أمهاتنا وأجدادنا أنه كلي وتغذي مشان هذا الحليب يغذي طفلك، وبنرجع طبيا أحيانا الأطباء بيقول لك كاست مي أو كاست عصير هي كافية يعني لحتى تغني عناصر الموجودة بالحليب. الطب اليوم شو رأيه؟ هل اليوم قادرة المرأة المرضعة أنها تصوم؟ هلا السيدة المرضعة وقت نحكي بالإرضاع دائما بنحكي بأول ست شهور هو إرضاع كامل، يعني ما بندخل أي مواد إضافية للطفل أو للرضيع. هلا إذا في بعض السيدات المرضعات مع الصيام نتيجة قلة السوائل بتقل كمية الحليب عندهم، فهون إذا بدو ينصوموا رح يضطروا يدخلوا حليب صناعي إضافي. ما خرج صناعي هلا بهذا، وهلا ما خرج نهائيا أبدا اليوم. هلا ما خرج حتى علميا واقتصاديا. صحيح. أي حتى علميا يعني هذا الرضيع يفضل دائما يكون الإرضاع من حليب الثدي لأنه هو فائدته أهم بكثير. فلذلك أنا بركز على شغلة واحدة إنه المرضعات إذا ممكن تصوم، بس إذا حست إنه كمية الثدي حليب الثدي قلت أنا يفضل عدم الصيام، لأنه نحن قدر الإمكان نحاول إنه نوصل الحليب الثدي الطبيعي لهذا الرضيع خلال الست شهور الأولى. تمام، نسمع كثير مشاكل ممكن تصير في حال المرأة الحامل صامت، يعني بيقولوا لك إنه ممكن يصير في ولادة مبكرة، شو صحة هذا الكلام؟ لا ما في أي دراسة أثبتت هذا الشيء نهائيا، ما في أي تأثيرات. برجع بس يمكن بيتخوفوا بيصير عندهم شوية قلق. برجع بأكد إنه الحامل ليست بحاجة لأي عناصر غذائية بكميات هائلة، فلذلك الصيام ما في أي مشكلة بالصيام إلا مثل ما ذكرت إذا في أمراض مرافقة، إذا في أمراض مرافقة أكيد ما في داعي للصيام. دكتور خلينا نحكي اليوم، كثير من الحوامل بتقول لك أنا بحس بدوخة، يعني ممكن القصة تكون لها علاقة بهبوط ضغط مفاجئ، أو ممكن يكون في مشكلة قديمة ظهرت أثناء الحمل بفترة الصيام. هدول النساء أنه ما في مشكلة، يعني ما في داعي للصوم، بيغامروا بقصة إذا في مشكلة ضغط، صح؟ تمام. هلا مشكلة هبوط الضغط هلا هي شائعة أيمت بالأشهر المتوسطة من الحمل، يعني شهر رابع خامس سادس بشكل طبيعي عند أي حامل. نحن بنشوف الضغط بالأشهر المتوسطة بيصير في عندي هبوط شوي صغيرة فيه. هلا هذا الهبوط شوي في بعض السيدات بيكون إجمالا ضغطهم قليل، يعني أخفض من غيرهم. هلا بيصير بالأشهر المتوسطة شيء اسمه هبوط ضغط انتصابي، يعني شو معنى هبوط ضغط انتصابي؟ يعني بتكون مثلا سيدة متسطحة أو قاعدة قامت بشكل فجائي، هي صحيح بشكل عام كمان مفاجئ، فخلى بيخلي هبوط ضغط انتصابي سريع فبيعمل مثل دوخة وممكن يصير سقوط بالأرض يعني. هلا هدول شو النصائح نوجه لهم ياهن؟ نوجه لهم ياهن إنه بس تحسي حالك أنت دايخة من الصبح وهبوط ضغط من الصبح موجود، فلذلك أول شغلة أهم شيء بنزيد السوائل والملح بشكل كبير. ثاني شيء انه ما بنقوم هاي يا خلينا نقول القيام المفاجئ، دائما من التخت مثلا تكون متسطحه تبلش تقعد شوي وبعدين بتوقف، يعني بيكون تدريجي. هلا هدول اجمالا الصيام معهم بيكون شوي صعب لانه هون انا بدي خفض السوائل اكثر،
معناتها بده يصير عندي هبوط ضغط اكثر، هدول يفضل ما يصير فيها تعوضه، يعني الصيام يعني فيها تعوضه بايام اخرى، يعني ما تغامر بحمله ولا بصحتها اكيد. تمام دكتور، خلينا نحكي اكثر، اليوم في فحوصات معينه طبيه بتنصح حضرتك فيها تاخذها للمراه الحامل قبل الصيام، يعني كنوع من الاطمئنان؟ لا هلا نحن هي التحاليل الاعتياديه اليوميه، يعني انا اهم شيء موضوع الخضار ونعمل تعداد عام للكريات البيض والصفيحات والكريات الحمر. هلا اذا كانت هدول كلهم طبيعيات انا ما اعتقد ما في داعي لاي تخوف من موضوع الصيام يعني. طيب دكتور، ذكرنا الضغط والهبوط المفاجئ للضغط، بعض النساء بنشوف عندهم ترعف بشكل كمان مفاجئ، بتكون قاعدة يعني، وانا هاي الحالة شفتها قدامي يعني من انفها، فالدكتور بيروح لموضوع المميعات، خلينا بس هيك نوصف هاي الحالة، وخاصة نحن مقبلين على ارتفاع بدرجات الحرارة. هلا موضوع الرعاف خليني اقول انه اذا ما كان مرافق لارتفاع في ضغط الدم ما في اي مشكلة فيه، يعني غالبا بيكون له علاقة بزيادة خلينا نقول فرط التوعية او زيادة الأوعية الشعرية الموجودة بالأنف. هلا عندي ارتفاع ضغط مفاجئ، ارتفاع ضغط مرافق، معناته أنا بدي بلش أعالج ارتفاع الضغط اللي هو سبب هذا الرعاف، اللي عاطي يعني الرعاف عاطيني مصدر إنه ينبهني إنه ممكن يكون في ارتفاع ضغط. إذا ما في ارتفاع ضغط معناته هي المشكلة هي مشكلة موضعية، وهي مشكلة موضعية ما بتخوف نهائيا. تمام، في عدد من الحوامل بيصير معهم هذا الشيء، بس ما هي أي مشكلة تستدعي الخوف منها يعني. بس احيانا بتكون المراه عم تاخذ ال 81 الاسبرين 81. هلا نادرا ما يكون الاسبرين هو سبب لهذا الشيء، يعني نادرا ما يكون، يعني الاسبرين هو مميع ما اختلفنا، بس ما له سبب رئيسي، ما له سبب رئيسي لموضوع موضوع الرعاف. هو من خلينا نقول بعض الاعراض اللي ممكن تصيب المراه الحامل بشكل اعتيادي، انت كانت عم تاخذ اسبرين او ما بتاخذ اسبرين. لازم توقف الاسبرين بهي الحاله، يفضل يخافوا، بس غالبا مثل ما مو الاسبرين هو سبب لهذا الموضوع، يعني غالبا عندي مشكله بالاوعيه الشعريه، يعني في مثل فرط حساسيه او في رقه بجدر الاوعيه الشعريه الموجوده بالانف. تمام، نسمع كثير اليوم انه الاشهر الاخيره من الحمل عند المراه لازم يعني هيك يكون في حركه اكثر، تمشي تطلع من البيت، لكن اليوم يعني اذا في حال كان في صيام، هل هذا الشيء محبب ام لا ما بيصير تطلع؟ هلا دائما الحركه هي مو بس بالاشهر الاخيره، الحركه هي يجب ان تمارس المشي نص ساعه باليوم خلال فتره الحمل كله. برجع باكد على شغله واحده، انه هي الفكره الخاطئه تبعت الحامل انه لازم تقعد، ما لازم تتحرك، ما لازم تمشي، ما لازم تعمل اي جهد خوفا على محصول الحمل. صحيح. فهي فكره خاطئه، الحامل يجب ان تمارس الرياضه، يجب ان تمارس المشي، نظام غذائي كامل، فبتخلص الحامل بتوصل للشهر التاسع وهي بشكل مثالي وبشكل وزن مثالي. انا ليش عم بحكي عن هذا الشيء؟ لأنه كل ما زاد الوزن أكثر بالحمل كل ما زاد مشاكل على الأم والمشاكل حتى على الجنين. صحيح. فذلك في فكرة خاطئة أنه والله في حوامل بيراجعوا العيادة بيقولوا والله نحن بدنا ناكل شوي زيادة، أنا عم نستفرغ زيادة. مو عم نستفرغ، لا، بدهم الجنين يجي معجعج أكثر. طيب هي لا، يجي مثالي بيكون أحسن يعني. صحيح. يعني ليش نحن لا، يعني اول شيء مشكله بالولاده اكثر ومشكله بالعمليه اكثر. نعم. فلذلك نحن قدر الامكان المثالي هو الشيء الاساسي، وهو اللي خلينا نقول نحن بالنهايه في جمله دائما بنحكيها انه نحن هدفنا بالاخير هو الامومه الامنه. صحيح. الامومه الامنه معناتها ام سليمه وجنين سليم. أكيد دكتور، دائما التوصيات الطبية مفروض نحن نشتغل عليها ونروح خلينا نقول الإشاعات الخاطئة أو المعلومات الخاطئة اللي كنا نسمعها من الجيران والأجداد، ونرجع لعند الحكيم عند أول مؤشر طبي. نتشكر حضورك لليوم دكتور، وأكيد الصحة والسلامة لكل حدا من الصبايا مرافقتنا اليوم وعندهم هذا الحمل. أكيد، شكرا كثير لك دكتور. شكرا لكم.